الزوجة التانية ظالمة ولا مظلومة وليه؟ والله ساعات بشوفها ظالمة وساعات بشوفها مش مظلومة، حالات وحالات. ستات هي اللي تستدعي جوزها يتجوز تاني، وستات ملهاش أي ذنب. لا هي مظلومة في كل الحالات وظالمة الأولانية برضه، يعني هي برضه من في الناحيتين هتظلم وهتظلم. ظالمة طبعا. طبعا خربت بيت واحدة الأولانية يعني. لا هي تبقى ظالمة لما يكون كده كده اوريدي عارفة ان في استقرار وحياة وبيت وتقعد بقى تحوم حوالينه وكده، كده تبقى ظالمة. حسب تصرفاتها هي او حسب معاملة الزوج، يعني حسب الظرف اللي هي فيه. في وجود الأولى؟ لا بتبقى ظالمة. طب لو الأولى مش موجودة؟ لو الأولى مش موجودة لا يبقى عادي ظالمة. لأن هي داخلة على بيت واحدة، يعني أنا لسه متجوزة ولو لقيت إن واحدة جت على جوزي ليه؟ ما انت عارفة انه متجوز. بص هي فكرة ان هي تدور على حد اصلا متجوز ده في حد ذاتها اكيد مرفوضة يعني، فاكيد ظلمة. في الاول بتبقى ظلمة، بعد شوية بتبقى مظلومة، لان القادمة تحلى. لا مظلومة طبعا، لان هي التانية، انت قلت التانية مش الاولى حتى. بتبقى ظلمة عشان هي يعتبر هي عارفة انه متجوز، فكده هي بتخرب بيتها يعني ليه؟ يبقى هي اللي ظالمة. والله على حسب، يعني مش دايما بتبقى ظالمة ومش دايما بتبقى مظلومة، على حسب. ممكن يكون الزوج اللي الحق في الأولوية بالزوجة التانية. يعني انت عارفة ان دوت واحد عنده بيت وعنده ولاد، وانت تخشي تسرقيه من كل دوت من غير اي حق، وانت سمحت لنفسك انك تبيع كل دوت علشان واحدة، اللي هو مفيش اي منطق، وانت مش هتعدل ومش هتمشي باللي ربنا قال عليه، يبقى انت ظالم وهي ظالمة. لا والله ظالمة اكيد، ليه تتجوز وهي عارفة ان واحد متجوز وعنده عيال وعنده ليه؟